أعلن الفنان القدير فاروق الفيشاوي الخميس 3 أكتوبر 2018 عن إصابته مؤخرا بمرض السرطان، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من ذلك. وأضاف الفيشاوي أثناء إلقاء كلمته بمهرجان الإسكندرية في دورته الـ34 أنا هتعامل مع المرض كأنه صداع، مضيفا أنه بالعزيمة والإصرار سينتصر عليه. ده هو أثناء إلقاء كلمته امبارح. ووعد الجماهير بحضوره المهرجان القادم بعد شفائه من المرض للتهنئة بزملائه على التكريم وإعلانه شفائه التام من مرض السرطان كما قام بوعدهم. ووجه حضور المهرجان التصفيق الشديد على عزيمة فاروق الفيشاوي وإعلانه إصابته بمرض السرطان وعزيمته القوية في التغلب عليه. وده أثناء إلقاء كلمته في مهرجان اسكندرية. سمية الألفي طبعا مراته 23 يوليو 1953 هي ممثلة مصرية كان أول أزواجها فاروق الفيشاوي لمدة حوالي 16 سنة أو أكثر، جمعت شمل النجمين في عش زوجية واحد بعد أن أتم زواجهما في 7 فبراير 74 في سن مبكر قبل أن حتى ينال قسطا ضئيلا من الشهرة على شاشة السينما أو التلفزيون، لأن الحب بينهما كان أقوى من أن يفكر فيما يحمله المستقبل. كان ذلك في مطلع السبعينيات، وقتها كان الفيشاوي طالبا في كلية الآداب جامعة عين شمس، وفي نفس الوقت يدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية. وكانت سمية طالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة، كلاهما يعشق المسرح ويقدسه، حتى جمعهم القدر في عرض واحد يحمل اسم سندريلا، وكما هو معروف عن القصة أنها قدمت للطفل. لعب الفيشاوي دور الأمير، كانت سمية هي سندريلا، حتى تحول التمثيل والخيال لحقيقة نمت بينهما، جعلت منهما حبيبين فعلا لا يشغلهما إلا استكمال حياتهما معا ليعلن زواجهما عام 74. إنها حقا أسرة صغيرة ولكنها سعيدة. كان سن فاروق حينها 22 سنة بينما سمية 21 سنة، لذلك قرر أن يؤجل الإنجاب قليلا حتى تستقر أوضاعهما ويبلغ من العمر ما يؤهلهما لتحمل مسؤولية الطفل بجانب الزواج. بالفعل استمر زواجهما 6 سنوات بدون إنجاب حتى رزق بالممثل الشاب أحمد الفيشاوي عام 80، ويبدو أحمد مشاكسا منذ الطفولة، ويكشف عن رغبة أمه في أن ترزق في خلفتها الثانية بأنثى. لولا القدر الذي منحها عمر الأخ الأصغر لأحمد تلك الرغبة التي تعارضت كليا مع أمنية الابن والأب اللذين فرح بانضمام ولد تاني للأسرة الصغيرة. ده أحمد الفيشاوي وفاروق الفيشاوي سمية الألفي. انتهت علاقة فاروق وسمية رسميا بالطلاق في مطلع التسعينيات، إلا أنهما حتى يومنا هذا يعتبر ما بينهما صداقة لن تنتهي أبدا، وأنهما رغم الطلاق ما زال بينهما ودا كبيرا وتواصلا مستمر. هنا سمية الألفي مع ابنها عمرو أخو أحمد. أثارت تصرفات الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي 2018 في دورته الثانية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت زوجة أحمد الفيشاوي بإطلالة مثيرة كباقي الإطلالات التي سارت مهرجان الجونة، فقد ارتدت زوجة الفيشاوي السادسة فستان باللون الزيتي خلال افتتاح فيلم عيار ناري. دي ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي. وتداول رواد موقع التدوين العالمي تويتر صورا ومقاطع فيديو عديدة لمشاهد رومانسية بين أحمد الفيشاوي وزوجته التي قبلها واحتضنها أمام الجميع. وهنا ما الناس شافوا الصور دي شبهوها بكيم كارديشيان. ايه رأيكم؟ هل تشبه كيم كارديشيان؟ وقد رأى نشطاء تويتر أن هناك شبه كبير بين زوجة أحمد الفيشاوي ونجم التلفزيون الواقع كيم كارديشيان من حيث شكل الجسم وليس الوجه والملامح. وفاطمة كاتبة أحمد الفيشاوي ومراته اللي ما فيهاش غلطة، رد عليها علي الفيشاوي متجوز كيم كارديشيان.
قال محمد عطيته ايه اللي مع احمد الفيشاوي ده؟ هو ازاي قدر يعمل ميكس بين كيم كارديشيان ودانيلا سمعان؟ واضاف احمد رحيم مين كيم كارديشيان اللي مع الفيشاوي دي؟ ويبدو ان نشطاء العالم الافتراضي لم يصدقوا ان الشبه بين ندى الكامل وكيم طبيعيا، ولكنه بفعل عمليات التجميل ونحت الجسم، وتداولوا صورا لها قبل ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي. وبالبحث في حساب أحمد الفيشاوي على انستجرام تبين أن الصورة لزوجته بالفعل فكان قد نشرها من قبل، بالإضافة لمجموعة صور أخرى منذ إعلان خطبته عليها. وانتشرت صورة لزوجة الفيشاوي الصغير وهي تتناول الطعام في أحد المطاعم، وشكلها مختلف إلى حد ما عن ظهورها اللافت في المهرجان. وقالت ناشطة: ما تعقدوش نفسكم يا بنات، ندى كامل اهي زي كل البنات، قبل المكياج حمادة وبعد المكياج قلب حمادة من جوه. بس تحس انه احمد الفيشاوي اول مرة يشوفها بالميك اب، وبعد عملية النحت كان على الريد كاربت في الجونة عشان قاعد يبوسها يعني ويقبلها ويحضنها. وادي البوست: ما تعقدوش نفسكم يا بنات، ندى كامل اهي زي كل البنات، ونشرت صورة ليها قبل الايه الجونة. دي الصورة ليها لندى الكامل مرات احمد الفيشاوي قبل الجونة. واحد تاني: دكتور الياس، لكل من يسأل عن زوجة احمد الفيشاوي، ندى كامل وعملت عمليات نحت والى اخره لتصبح مؤخرتها مثل كيم كارديشيان، وطبعا الميك اب لا دين له. انتوا ايه رأيكم، عملت عمليات ولا لا؟ هي كده طبيعية. من ناحية أخرى، أعلن الفنان أحمد الفيشاوي زواجه من خطيبته ندى الكامل، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع انستجرام الجمعة 27/7/2018. واختار الفيشاوي الإعلان عن زواجه بطريقة غريبة، حيث نشر صورة لخطيبته وهي تختار الحلوى وعلق عليها بقوله: زوجتي. ده البوست اللي حطه على انستجرام، دي ندى الكامل وكتب عليه: ماي وايف، زوجتي. وكان احمد الفيشاوي قد اعلن عن خطبته في شهر يونيو الماضي، ونشر صورة له ورفقة والده الفنان فاروق الفيشاوي مع اهل خطيبته وقت الخطبة. دي صورة رومانسية تجمعهم. أحمد الفيشاوي مولود 11 نوفمبر سنة 80، ممثل ومخرج ومغني راب مصري في فرقة جيتو فاروز، ينتمي لعائلة فنية كبيرة، فهو ابن الفنانة سمية الألفي والفنان فاروق الفيشاوي، معروفين طبعا، ممثلين قديرين. كان أول ظهور له في عام 2000 مع الفنانة فاتن حمامة في مسلسل وجه القمر، ثم توالت أعماله الفنية بعد ذلك ليبدأ مشوار البطولة المطلقة عام 2004 بمسلسل عفاريت السيالة، ثم فيلم الحاسة السابعة الذي كان أول بطولة مطلقة بالسينما له. وشكلت حياته الخاصة مادة دسمة لوسائل الإعلام، لعل أشهرها والتي شغلت الرأي العام المصري فترة طويلة هي قضية زواجه العرفي من السيدة هند الحناوي. ديت زوجته الأولى هند الحناوي. والضجة الإعلامية الكبرى التي تلتها قضية نسب الطفل لينا، لتمر القضية بالعديد من المنعطفات أهمها تصريحاته في برنامج البيت بيتك مع الإعلامي محمود سعد، انتهت بحكم قضائي من المحكمة لصالح السيدة هند الحناوي بثبوت الزواج العرفي وأبوة الطفلة لينا لأبيها الممثل أحمد الفيشاوي. أحمد الفيشاوي مع ابنته لينا، هنا مع ابنته لينا وفيها شبه كبير منه. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا بالتعليقات. بعدها تزوج 3 مرات من وسام عاطف، لكن زواجهما لم يستمر أكثر من 40 يوما.
هنا مع زوجته وسام الزوجة التانية. يتزوج من الألمانية دينيس وولمان التي تعرف عليها خلال رحلة علاج والدته الفنانة سمية الألفي في ألمانيا، وما لبث أن انفصل عنها. هي الزوجة الثالثة ألمانية. يتزوج بعد ذلك من الإعلامية اللبنانية رولا ديبس، لكنه لم يصمت طويلا ليعلن أحمد الفيشاوي انفصاله عن زوجته الإعلامية اللبنانية، وينتهي الزواج الرابع في حياة الفيشاوي الابن دي مع زوجته اللبنانية الجميلة رولا ديبس. وبعد كده هنجوز ندى الكامل اللي شفنا صورها في الأول دي الخامسة، وفي ناس بيقولوا هي السادسة، هو بقى اللي يقرر إذا كانت الخامسة ولا السادسة. رحلة من الألم والمعاناة تعيشها الفنانة الجميلة سمية الألفي منذ أكثر من عام، دخلت خلاله غرفة العمليات 4 مرات، كانت أحدثها الجراحة التي أجرتها مؤخرا في ألمانيا. الفنانة سمية الألفي رحلة من الألم عاشتها، شوف تفاصيلها دلوقتي. قضت بسببها 7 ساعات داخل غرفة العمليات. سمية التي تحلم بأن تتمكن من الجلوس على كرسي لم تفقد الأمل خلال رحلة الألم واعتبرت ما حدث لها نعمة من الله.